أنه يجوز أن يعطي الإنسان ولده من الزكاة بشرط أن لا يكون في ذلك إسقاط لواجب عليه. يعني مثلا لو كان الإنسان عنده زكاة وأراد أن يعطيها ابنه من أجل أن لا يطالبه بالنفقة فهذا لا يجزي، لأنه أراد بإعطائه أن يسقط واجب نفقته. أما لو أعطاه ليقضي دينا كان عليه، مثل أن يكون على الابن حادث ويعطي أبوه يعطيه أبوه من الزكاة ما يسدد به هذه الغرامة، فإن ذلك لا بأس به وتجزئه من الزكاة، لأن ولده أقرب الناس إليه، وهو الآن لم يقصد بهذا إسقاط واجب عليه، إنما قصد بذلك إبراء ذمة ولده للإنفاق عليه. فإذا كان هذا قصده فإن الزكاة تحل له.